لكن شو علاقة الحل بفلوريدا بالقرن التاسع عشر وقت اللي كان في آتل عم يتجول بمستنقعات المليانة بالبخار؟ على قمة موناكيا الجليدية الشمس الاستوائية بترفع درجة الحرارة فوق درجة التجمد وقت النهار. مرايا كيك بتتمدد وبتنكمش مع التسخين والتبريد اليومي، وبأقل التغييرات المرايا حتشوه الصور. المهندسين بدهم يلاقوا طريقة لحتى يوقفوا التسخين والتبريد، وهذا حياخدنا للرابط الأخير. بالرجعة لسنة 1840 مستنقعات فلوريدا موطن لمعتدي مرعب. مو هاد، هاي البعوضة بتنقل الحمى الصفراء المميتة. الطبيب جون غوري لاحظ انه المرض المميت عم ينتشر اكتر بالصيف، لهيك افترضوا بالخطأ انه درجات الحرارة العالية هي المسؤولة، وبلش يصنع آلة بتبرد الغرف باستعمال مبدأ بسيط. وقت يتمدد الغاز بيبرد وبيسبب تبريد المحيط، مثل ما حيكشف لنا الطبيب كريس هيل عن الديناميكية الحرارية. انتبه، هاي علبة مزيل عرق عادية وهي غاز مضغوط. يلا رش منها على إصبعك وقلي شو بتحس بعدين. يلا شو بدك تقلي؟ طيب راح رش منها شوي. ايه هيك؟ شو حسيت؟ بالبرودة. هاي أبرد لأنه تمدد الغاز من نظام ضغط عالي لنظام ضغط قليل مثل ما منعرف بيقوم بإبعاد الهواء بقدر الحجم اللي بيتمدد إله. جهد دفع الهواء بيستهلك طاقة، وهالطاقة بتنبع منه، وبتصور هاي هي حرارته ذاتها. أنا فكرت يا صديقي وبشكل غريزي أنه بارد لأنه أشبه بنسيم بهب على أصبعك، بس اللي عم تقوله أنه هو خاضع للضغط من جوا، ولما بيطلع بيتحرك لأنه بيتمدد. صحيح. وجهد دفع الهواء بيتطلب طاقة، وهي الطاقة نابعة من حرارته ذاتها، صح؟ إيه؟ أصبح مو لأنه مثل النسيم، لا، لأنه أبرد فعلاً. هو أبرد؟ وريحته حلوة. تأثير التبريد لعملية التمدد الغازي هو اللي قاد طبيب فلوريدا جون غوري لاختراع التلاجة يلي غيرت علم الفلك. وقت يتمدد الغاز بيبرد، علبة كبيرة من الغاز المضغوط بتوفر تبريد كبير. ليك لاحظ انه عندك هلأ فرشة عادية، شوفها جربها، ناعمة وطرية. كنت متوقع انه هالفرشة تكون هيك. وهلأ رح نفضي فيها غاز تاني أكسيد الكربون المضغوط. شكرا للحماية. طيب الكفوف. ايه؟ رح حط هي على الطاولة. ايه؟ ورح ننفخه. صحيح. طيب طبعا حابية أنا مو؟ ايه انت. طيب يلا تمام. لكن هي اسطوانة غاز مضغوط، وهي نسخة ضخمة من العلبة اللي كانت عنا، حنختبرها. يلا خلينا نحاول. مثل ما بدك. يلا منيح، هذا مثل غاز صادر عم يتمدد. غاز متمدد. صح، رح ندخله بالفتحة. عم تنتفخ، فيني شوف هالشي سلفا. الغاز عم يتمدد من الأسطوانة وعم يحتل مساحة أكبر. اللي عم نسبته هو إنه بديل أسهل لمضخة القدم. إيه أسهل بكتير. فيني أتخيل إنه الجليد عم يتكون بالأعلى. الغاز بارد لأنه تمدد، ولاحظ كمان إنه عم ينفخ الفرشة، وبهيك عم يزداد برودة وهو عم يتكون. إيه، وهذا بيصير يا عزيزي لما بتبرد الأجسام. فجرته، بس أنا ما نفخته كتير. ليك متجمد، اطلع عليه كيف صار. ليك كيف متجمد. هذا هو تأثير الغاز المتمدد، مزبوط؟ شوف، الغاز المتمدد بارد، مشان هيك خلى المطاط والبلاستيك طرايا وانكسروا، شايف؟ معناتها جمدناه، والغاز المتمدد هو سر التبريد. صح. ومثل ما شفتوا انتزعت الفرشة.
ما لقى جوري علاج للحمى الصفراء. هالشي صار بعدين لما عرفوا الناس الدور اللي بتلعبه البعوضة. بس ابتدع التبريد اللي طور حياتنا وبيلعب هلأ دور حيوي بمقدمة علم الفلك. لمنع مرصد كيك من التمدد والانكماش، قبة المرصد بتستعمل التبريد. المحافظة على درجة حرارة المقراب مطلب كتير مهم. بتحتوي كل قبة أكثر من 20 مليون لتر هواء بيتم استبدالها كل 5 دقائق. وحدات تبريد ضخمة بتشتغل طول اليوم لتحافظ على درجة حرارة القبة وقت الليل. والفضل بيعود لتأثير التبريد للغاز المتمدد. قلب هالصناديق الزرقاء اللي شايفينها قدامكم بيشبه خلفية التلاجات المنزلية، بس هي أكبر ومانا مليانة بالزغب والإقلام. النظرية نفسها، الغاز بيتمدد وبيصير في تبادل حراري بيحافظ على برودة المكان هون. هي فعلاً أداة ليلية وما في مجال للدوبان. شوفوا، غير كيك نظرتنا للكون وكيف نشأ. هو بيخلينا نشوف حتى أطراف الكون، ومن ضمنها المجرة اللي بعدنا ما سميناها واللي بتبعد عنا 13 مليار سنة ضوئية. كيك هو أعجوبة الهندسة الحديثة، بتركيبته اختراعات مذهلة. شعاع موت أسطوري يوناني قديم بيوفر سر تقويس المراية لتركيز الضوء، والثيرمين غريب الصوت خلى الفلكيين يشكلوا مراية أكبر من قبل. وجهاز رمالة بيورجينا كيف بينسقل السطح، وكاميرا بقاذفة قنابل خلت كيك يلاقي مجرات متخبية. والتلاجة هي السر بالمحافظة على سر المرصد. كل هالشي بسيط إذا كان عندك وسائل الربط المناسبة.